السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة. في هذا الفيديو مغاير للفيديوهات اللي كنقدم عادة في قناتي، فيديو عبارة عن ليلة حناء للعروسة. فبالنسبة للعروسة من أعز الأصدقاء كنقول لهم للعروسين، كنقول لهم من هذا الفيديو الله يكمل عليكم بالخير ويتويكم في الخير ويهنيكم. فما شاء الله كانت ليلة جميلة غزالة، ضحكنا نشطنا فرحنا، فشحال هذه كان خاصنا شي ناشط بحال هكا صراحة تمتعنا فيها. بالنسبة للفيديو غادي نشارك معكم النقش اللي دارت العروسة ليديها ورجليها. فبالنسبة للنقشة كنظن اختارتها العروسة، ما اقترحتهاش النقاشة، وكنظن انها ماشي كنظن مأكدة انها حيت قالتها ليا خدات الزواقة من انستغرام شي صفحة. انا غنسولها، نقدر نخلي لكم اللين ديال الصفحة في ديسكريبسيون من بعد. وسميتو وبالنسبة للنقاشة ما شاء الله عليها الزواقة اللي بغات العروسة، داكشي اللي دارت ليها شافتها مرة واحدة ودرت ليها طبق الاصل، يعني داكشي اللي بغات داكشي اللي دارت. ما شاء الله على النقاشه، كيف كنقولوا حنا حريفيه تستاهل اي حاجه عطيتيها. فاللي بغى نمرت انا نخليها لكم في ديسكريبسيون بحال الناس ديال تطوان مارتيل فنيدق المضيق، وعلاش لا طنجه اللي كنتو غتهلاو فيها حيت تستاهل. فنخلي لكم النمره ديالها تقدروا تتصلوا بها في يعني في اي وقت. وبالنسبه للزواقه نيت اللي دارت ليا في يديا داكشي اللي بغيت داكشي اللي دارت ليا. بالنسبه للثمن كيف قلت لكم ما كطلبش بزاف، الناس اللي غينقشوا مع العروسه راه معروف الا كانت زوقه مشارجي راه ثمن، الا كانت خفيفه راه كيكون ثمن اخر، هادشي اللي كاين. فكيف كتشوفوا بالنسبه للزوقه اللي اختارت العروسه صراحه جميله زوينه غزاله، جاتها فنة في يديها وكذلك ديال رجلين جاتها فنة. وكذلك شاركت معكم الطبيله، كان داكشي سامبل تقليدي ديالنا البلدي، وجا فن داكشي غزال ومتول ما شاء الله. فكنتمنى انكم تشوفوا وتشاهدوا الفيديو حتى الاخير وينال الاعجاب ديالكم. فلا كنتي عروسه جديده كتفرج في الفيديو كنقول لها الله يكمل عليك بالخير، كنتمنى ان شاء الله تستافدي من هذا الفيديو. فلا كنتي يعني اول مره كتزوري القناه ديالي ولا كتشوفوا فيديو يعني كتشوفي عفوا فيديو من فيديوهاتي، ما تنسيش تشتركي في القناه بالضغط على الزر الاحمر صابوني، وكذلك تفعيل الجرس باش تقدري يعني ديما توصلوا يعني توصلي بالجديد وكذلك توصلوا بالجديد. فكنتمنى لكم فرجة ممتعة، خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.